فخاطرا فاحتمالا، ثم أضحى حقيقة لا خيالا. حلم التغطية الصحية الشاملة لكل مصري قد حلم به يوم ما، الآن أضحى هذا الحلم حقيقة، نحتفل بمرور 4 سنوات على تحقيقها. فقد تحقق حلم المصريين وسط تحديات عديدة وعواقب صعبة على مدار السنوات السابقة. تحقق الحلم بسواعد أبنائها الذين أصروا على تخطي صعوبات بعزيمة وإصرار من أجل مصرنا الحبيبة وصحة أهلها وشعبها الكريم. كانت الخطوة الأولى من محافظة بورسعيد في يوليو من عام 2019، حين أعطى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لانطلاق المنظومة من محافظة بورسعيد. وفي مثل هذا اليوم منذ 4 سنوات، وخاصة أو تحديدا في 26 من نوفمبر من عام 2019، تم التشغيل الرسمي للمنظومة بمحافظة بورسعيد. وفي فبراير من عام 2021 استكملنا الحلم وامتدت المنظومة لمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، ثم اكتملت المرحلة الأولى بالتشغيل التجريبي لمحافظات أسوان والسويس في شهر نوفمبر من عام 2022. لذا نجتمع اليوم لنحتفل سوياً بإنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية على مدار 4 سنوات الماضية ودورها الرئيسي في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفع المنظومة، منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى من هذه المنظومة الجديدة. والآن أترك حضراتكم مع العرض الافتتاحي للملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية. فكرة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين بدأت بحلم، حلم بيحصل فيه كل مصري ومصرية على الخدمات الطبية بجودة وبكرامة وبتميز عالمي. واللي آمن بالحلم ده القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده من خلال إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد علشان يكون أحد أهم أركان جمهوريتنا الجديدة. إيمانا منا حق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة وتحقيقا لحلم طال انتظاره من أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم. انطلاقا من مدينة بورسعيد الباسلة، أعلن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل جمهورية مصر العربية. ومن 4 سنين زي النهاردة ومن محافظة بورسعيد بدأت رحلة البناء الصحي للمواطن المصري في الجمهورية الجديدة. وهيئة الرعاية الصحية قبلت تحدي تقديم الخدمات الطبية بجودة وبكرامة وبتميز عالمي لأهالينا من كل المصريين في محافظات التأمين الصحي الشامل اللي بقى أيقونة جمهوريتنا الجديدة. وعلشان تحقق الحلم لحقيقة، ودلوقتي بعد 4 سنين مشروع التأمين الصحي الشامل بيقدم خدماته في 6 محافظات بأفضل معايير للخدمة الطبية المتميزة. وعلى مدار 4 سنين قدرت هيئة الرعاية الصحية إنها تقدم خدمات طبية على أعلى مستوى، والحلم بقى حقيقة.
وعلشان مشروع التأمين الصحي الشامل، مشروع الدولة المصرية، النجاح اللي حققته هيئة الرعاية الصحية وقدرتها على تحويل الحلم الحقيقة، تم بالتعاون مع كتير من وزارات الدولة وهيئتها ومؤسساتها، لأن الجميع هدفهم المواطن أولاً. وعلشان هيئة الرعاية الصحية بتفكر في بكرة، بنحط استراتيجيات وأفكار وخطط للمستقبل، وبنستعد لاستخدام أحدث التقنيات الطبية العالمية زي الروبوت الجراحي في العمليات واستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد في المجال الصحي والاعتماد على الميتافيرس في التواصل واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الصحية وغيرها من الأفكار كتير لإدارة المستقبل الصحي في مصر. ومهما كانت التحديات والصعوبات اللي بتواجه إخواتنا في كل مكان في الوطن العربي، مصر وهيئة الرعاية الصحية فتحة أبوابها علشان همنا واحد ومشاكلنا واحدة وحلمنا واحد، بالعلم والتكنولوجيا والإرادة ونقل أحدث التقنيات في الرعاية الصحية، مصر هترجع قبلة الطب. وافتكروا إنه زي ما بنى أجدادنا حضارة طبية من آلاف السنين، وعلم إمحته بأول طبيب في الإنسانية العالم يعني إيه طب، أحفادهم بيبنوا نظام صحي جديد هيضمن رعاية صحية متكاملة لكل المصريين بجودة وبكرامة، واثقين بإننا هننجح مع بعض بإذن الله، ومؤمنين إن هيئة الرعاية الصحية هي مستقبل صحة مصر. السيدات والسادة، إن الهيئة العامة للرعاية الصحية هي ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية التأمينية بمستوياتها المختلفة باحترافية وجدارة، وأيضاً بأحدث التكنولوجيات الحديثة المتقدمة ووفق أعلى معايير الجودة العالمية.
كما عكفت الهيئة العامة للرعاية الصحية على مدار السنوات الأربع الماضية على خلق مفهوم متطور للخدمات الصحية الحكومية، فكان لها دور كبير في إحداث طفرة غير مسبوقة ونقلة نوعية في مستوى تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة بجودة عالية، ذلك بشهادة المنظمات والهيئات الدولية. وعن هذا الدور وما حققته الهيئة يسعدنا أن نرحب بالدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان لإلقاء كلمته، وليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية أني أرحب بمعالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. بشكر سيادته النهاردة لحضوره وحرصه الشديد على مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية الملتقى السنوي الخاص بها، ودائما إن شاء الله يكون سيادته موجود معنا في كل الفعاليات الخاصة بهيئة الرعاية الصحية. اسمحوا لي ايضا ان انا اقدم كل الشكر والتقدير لمعالي الاستاذ الدكتور عوض تاج الدين مستشار فخامه رئيس الجمهوريه للصحه والوقايه. اقدم ايضا كل الشكر والتقدير لمعالي الاستاذ الدكتور عثمان عبد الجليل وزير الصحه بدوله ليبيا الشقيقه، ونرحب بسيادته ضيفا عزيزا على مصر. اسمحوا لي ايضا ان اقدم كل التحيه والشكر والتقدير لاصحاب المعالي الساده المحافظين، السيد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، السيد اللواء أركان حرب أشرف عطية محافظ أسوان، السيد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، السيد المستشار مصطفى الألهم محافظ الأقصر، السيد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والزميل العزيز السيد الأستاذ الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. اسمحوا لي ايضا ان انا ارحب بالسيد الاستاذ الدكتور علي مهران رئيس لجنه الصحه بمجلس الشيوخ الموقر، واشكر كافه الحضور من الساده اعضاء البرلمان بغرفتي النواب والشيوخ لحضورهم، ومره ثانيه الاحتفال بانجازهم التاريخي لخروج مشروع التامين الصحي الشامل الى النور، متمثل في الاجراءات التشريعيه التي قامت بها الدوله المصريه في اصدار القانون رقم 2 ل 2018. اسمحوا لي ايضا ان انا ارحب بالساده سفراء الدول الشقيقه والصديقه والساده رؤساء الوفود من الدول العربيه، المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه الشقيقه ودوله البحرين الشقيقه. ولا يفوتني ابدا اني اشكر وارحب بكل الساده الحضور من الساده نواب الوزراء والساده نواب المحافظين والساده الزملاء الاعزاء مساعدي وزير الصحة والسكان وقيادات الهيئات الصحية، وزملائي الأعزاء أصحاب هذا الحفل، زملائي الأعزاء قيادات هيئة الرعاية الصحية وأطقمها الطبية والإدارية في محافظات التأمين الصحي الشامل. أهلا وسهلا بحضراتكم في الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية. في هذا اليوم من كل عام بتحتفل الدولة المصرية بالعيد القومي للتغطية الصحية الشاملة. تحتفل الدولة المصرية بإطلاق إشارة البدء لمشروع هو الأعظم في تاريخها، لأنه يخدم كل مواطن مصري وسيخدم كل مواطن مصري، مشروع التأمين الصحي الشامل اللي في هذا اليوم أطلق إشارة البدء فيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من محافظة بورسعيد. والنهاردة برضو من حسن الطالع أن احنا نكون في المكان اللي بيشهد أيضا ميلاد الجمهورية الجديدة التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنشهد العديد والعديد من إنجازات الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس وكافة العاملين وكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها اللي بتعمل بجد لكي تتبوأ مصر موقعها الذي تستحقه بين الدول. أنا في الحقيقة مش هتكلم النهاردة عن الإنجازات، لأن زي ما حضراتكم طلعتوا النهاردة في العرض الأول لإنجازات الهيئة العديد والعديد من الإنجازات اللي قامت بها الهيئة، ولكن في الحقيقة بحب أؤكد على أن هذه الإنجازات أبداً لم تكن لتحدث لولا تضامن وتضافر كافة أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها ووزاراتها.
الدولة المصرية تتبنى مشروع التأمين الصحي الشامل بتقوده وزارة الصحة والسكان، وبدأت من 2018 ومستمرين في هذا المشروع، وسوف نستمر في هذا المشروع لكي يتمتع كل مواطن مصري بالتغطية الصحية الشاملة عام 2030 إن شاء الله. السنة دي احنا مش بس بنحتفل بالملتقى السنوي الرابع لهيئة الرعاية الصحية، ولكن أيضا بنحتفل بأن خلاص بالفعل الدولة قدرت إن هي تطبق هذا المشروع في 6 محافظات من 27 محافظة. النهاردة الدولة بالفعل قدرت تثبت قدرتها، تثبت جدارتها على تحمل مشروع هو من أصعب المشروعات اللي يمكن تقابل أي دول مهما كان قدراتها الاقتصادية، وهو مشروع التغطية الصحية الشاملة. النهاردة استطعنا واستطاعت الدولة المصرية إن هي تقدم أكثر من 31 مليون خدمة طبية للمواطنين في محافظات التأمين الصحي الشامل. قدرت الدولة المصرية في خلال سنوات قليلة إن هي تدخل مفهوم الاعتماد والجودة للمنشآت الصحية، وحالياً لدينا أكثر من 157 منشأة صحية معتمدة، سواء كان اعتماد مبدئي أو اعتماد كامل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. قدرت الدولة المصرية النهاردة إن هي تفصل ما بين تقديم وتمويل ورقابة الخدمات الصحية لبناء نموذج متكامل محوكم طبقاً لأفضل المعايير الدولية في بناء الأنظمة الصحية. قدرت الدولة المصرية النهاردة إن هي تدرب كل الأطقم الطبية في محافظات التأمين الصحي الشامل بأكثر من 21,000 برنامج تدريبي. قدرنا النهاردة نتوسع في برنامج الزمالة المصرية في كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية. ولكن اسمحوا لي إن أنا أسلط الضوء على واحد من أهم المحاور الرئيسية لنجاح تجربة الدولة المصرية في التغطية الصحية الشاملة، وهو التحول الرقمي. وفي الحقيقة التحول الرقمي مش بس معدات وبرامج وتطبيقات، التحول الرقمي هو تغيير ثقافة لمواطن ومقدم خدمة. مواطن النهاردة بقى يتصل من الكول سنتر يحجز الخدمة اللي هو محتاجها في وحدات الرعاية الأولية، ومقدم خدمة النهاردة بيعتمد على التكنولوجيا بنسبة 100% في الوحدات والمراكز، وبنسبة أكتر من 85% في المستشفيات. أعتقد أن كل هذه النجاحات اللي حققتها الدولة المصرية، وأنا هنا بقول الدولة المصرية لأنها مش هيئة الرعاية الصحية لوحدها، لأن محور الميكنة لوحده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنا هنا طبعا بهنئ زميلي العزيز المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات بالتحول الكبير اللي أحدثته وزارة الاتصالات في ميكنة الخدمات الصحية داخل كل منشآت الهيئة، اللي أهلت هيئة الرعاية الصحية أو أهلت المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية إن هي تحصد جائزة قيادة التحول الرقمي في الوطن العربي من الاتحاد الدولي للمستشفيات. أيضا المحور المالي المتعلق بكيفية إدارة أصول الدولة وكيفية الاستفادة من كافة الموارد المتاحة للدولة المصرية في القطاع الصحي، اللي في الحقيقة كان من أحد مفاجآته إن إحنا ما كانتش مشكلتنا أبدا إن إحنا نزود الموارد، كانت مشكلتنا في الحقيقة إن إحنا نحسن استغلال الموارد، لأن في الحقيقة كان في بعض المستشفيات يمكن بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بتستخدم موارد مادية أقل من اللي كانت بتستخدمها قبل كده، وده في الحقيقة ما كانش هيتحقق إلا فعلا بفصل التمويل عن تقديم الخدمة. علشان النهاردة بنقول إن منشآت حكومية وهيئة عامة حكومية في مصر بترتفع إيراداتها سنويا، السنة دي كان 9%، وحققنا فوائد في التشغيل وحققنا زيادة في الإيراد العام لهيئة الرعاية الصحية مقارنة بالعام الماضي 48%. في خلال عام واحد، وأنا هنا في الحقيقة بقدم كل الشكر والتقدير لوزارة الصحة، وزارة الصحة هي اللي بتمهد الطريق لمنظومة التأمين الصحي الشامل وبتقود عملية التحول الرقمي في منظومة التأمين الصحي الشامل. في الحقيقة لولا جهود وزارة الصحة ما كناش النهاردة في عام واحد نستطيع ان احنا ننقل اكتر من 152 منشأة طبية لهيئة الرعاية الصحية من وزارة الصحة والجهات التابعة لها، بعد تأهيلها تأهيل طبقا لمعايير الجودة والاعتماد وطبقا للمعايير الدولية في بناء المنشآت الصحية. ايضا في الحقيقة كان في مشروع هام جدا احنا وعدنا حضراتكم بالسنة اللي فاتت، وهو اطلاق برنامج السياحة العلاجية، علشان مصر عندها الامكانيات اللي تقدر تستوعب اسواق السياحة العلاجية. النهاردة في الحقيقة قدرنا نحقق طفرة في هذا المجال، النهاردة 700% زيادة في الايرادات الدولارية لهيئة الرعاية الصحية، اللي في النهاية طبعا بتوجه للخزانة العامة للدولة. اعتقد دكتور ايهاب ابو عيش موجود معانا نائب معالي وزير المالية، كل هذه الايرادات بتوجه بشكل مباشر للبنك المركزي المصري وللخزانة العامة للدولة. ان شاء الله بجهود حضراتكم وبتضافر كافة اجهزة ومؤسسات الدولة الصحية والأجهزة المعاونة في مجلس الوزراء، أعتقد إن شاء الله بإذن الله هذا الحلم سوف يكتمل وسوف يتحقق وسوف
تعم التغطية الصحية الشاملة كل مصر. السنة دي أنا مش هختم كلمتي زي ما دايما بقول لحضراتكم، إن شاء الله السنة الجاية نتقابل ونلتقي في محافظة جديدة من محافظات المرحلة الأولى، إن شاء الله السنة الجاية بإذن الله نلتقي في محافظة جديدة من محافظات المرحلة الثانية، بعد ما بقى في فروع لهيئة الرعاية الصحية في 6 محافظات وأيضا منشآت صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية في 6 محافظات. السنة الجاية إن شاء الله بإذن الله نكون في مكان أكبر من ده، يستوعب وفود أكبر من محافظات التأمين الصحي الشامل، وإن شاء الله بإذن الله يتحقق حلم سيادة الرئيس في توفير الخدمات الصحية اللائقة بكل مواطن مصري. بشكر حضراتكم جميعا على الحضور، بشكر السادة الوزراء والمحافظين، بشكر أيضا كل زملائي من اللجان المنظمة اللي عكفت على تنظيم هذا المؤتمر، ولا أنسى أبدا أن أنا أشكر الرعاة الذين كان لهم دور كبير جدا في خروج هذا الملتقى للنور. بشكر حضراتكم جميعا. السادة الحضور، مما لا شك فيه أن دور منظمة الصحة العالمية لها أثر ملموس في تطوير النظم الصحية، فلا ننسى دورها في توفير الأدلة الاسترشادية لبناء النظام الصحي المصري الجديد، وكذلك دورها الفعال في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال تسخير الخبرات الدولية بمنظمة الصحة العالمية للعمل يدا بيد مع مؤسسات الدولة الصحية. والآن يشرفنا أن نستمع إلى كلمة الأستاذة الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، فلتتفضل. صباح الخير، كل عام وانتم بخير. معالي الوزير دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، معالي الوزير الأسبق، سيادة المستشار لفخامة دولة فخامة رئيس جمهورية مصر العربية دكتور عوض تاج الدين، سعادة الدكتور أحمد السبكي، أصحاب المعالي والسعادة الجميع من النواب والشيوخ وممثلي الوزارات المختلفة والنواب، مع حفظ الألقاب والمقامات، ولا أنسى أصحاب السعادة السفراء والسفيرات، أعضاء مجلس الإدارة للهيئة العامة للرعاية الصحية بجمهورية مصر العربية. المبروك، ألف مبروك معالي الوزير، أصحاب المعالي، وفي نفس الوقت دكتور أحمد السبكي بالنجاح الباهر الذي نشهده اليوم لمرور 4 سنوات للهيئة العامة. لما طلبت البارحة أن أتكلم بديت أفكر بالمسيرة والمسار، أين نحن اليوم؟ طبعاً أنا ما أشوف ولا أحد للأسف، فسامحوني الإضاءة قوية. مسيرتي والمسار للصحة، كلمتي على حسب دكتور عوض تاج الدين طلب مني أتكلم لمدة ساعة. دكتور عوض إن شاء الله أتكلم لمدة أقل من 5 دقائق، ولكن النجاحات كثيرة والتاريخ يوثق النجاحات كثيرة. مبروك مرور 4 سنوات من التخطيط السليم والنجاح. لا، أنا دائما أقول هيئة الرعاية هيئة تنفيذية، ولكن نجاح 5 هيئات متشابكة مترابطة مع جميع مكونات الحكومة المصرية، القطاع الخاص والمجتمع المدني. دكتور سبكي أوفى بالنسبة للمحاور الرئيسية كمنظمة الصحة العالمية، شهدت سابقاً وتابعت وشهدت حالياً كممثل المنظمة. كنت هنا 2010، تابعنا قصة الدستور، ودائماً كان لنا دور في كيفية تطبيق التأمين الصحي الشامل من خلال التغطية الصحية الشاملة بناءً على التقرير اللي حصل في 2010. جمهورية مصر العربية من الدول الرائدة، كبيرة، ثاني أكبر دولة في الإقليم الشرق المتوسط، أكبر دولة عربية، أكثر من 105 مليون نسمة بجانب اللاجئين والمهاجرين. من خلال التغطية الصحية الشاملة لقد بين
كيفية التنفيذ المدروس الممنهج بناء على الأدلة والاسترشاد بالبيانات، وبنفس الوقت بتعزيز الشراكات مع جميع الجهات، ليس فقط مع منظمة الصحة العالمية التي تؤمن بهذا الملف، ولكن كذلك مع الدول الأخرى بجانبهم دول إقليمية والدول العالمية. فإذا تعزيز الشراكة المبني على حقوق الإنسان في الحق على الحصول الرعاية الصحية الآمنة. لما تكلمت عن 5 مكونات رئيسية هيئات تجربة نشيد بها كمنظمة الصحة العالمية بالمحافل الدولية، واليوم هيئة العامة للرعاية أثبتت من خلال حصولها على عدة جوائز على مستوى الدولية وعلى مستوى العالمي، فمبروك لمصر بنجاحاتها. إذا نتكلم عن دورنا كمنظمة الصحة العالمية وإيماننا القوي بتحسين المنظومة تحت قيادة وزارة الصحة والسكان وتحت قيادة وزارة المالية، كونهم هم المسؤولين كذلك للتمويل من خلال التأمين الصحي الشامل، ولا ننسى أن نحن نتكلم بالتوازي بتقديم الخدمة من خلال التأمين الصحي الحالي، فجداً نشكر الجميع لأن هناك في ترابط بين هذه الأشياء. لماذا أتكلم عن الرؤية للإصلاح الصحي واليوم نتكلم إلى التميز؟ 5 جهات رئيسية: هيئة العامة للرعاية الصحية وهي تقدم الخدمة، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهي تمول الخدمة، وإحدى التوصيات للجهات الرسمية الموجودة من السفراء: رجاءً وأنتم تدعمون صحة اللاجئين والمهاجرين ساندوا في وعاء صندوق التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لأن ممكن بإمكان الهيئة العامة للرعاية الصحية تقدم جودة من خلال الهيئة العامة للاعتماد والرقابة. أنا بأخذ وقتي لأن معي الوزير، نستفيد من وجود أصحاب السعادة السفراء والسفيرات أنهم يرون منظور الرؤية الشاملة لحق الإنسان في الحصول على الرعاية الصحية بهذا البلد بما فيهم اللاجئين والمهاجرين، وكونهم يدعمون فممكن يدعمون التأمين الصحي الشامل بالشكل الأمثل كتوصية رئيسية. وأنا أقرأ أسترجع ذاكرتي ل 2014 الدستور، ولكن كذلك القانون الذي شكل من قبل خبراء مع بالتعاون مع الجهات الخبراء المصريين من خبراء المنظمة وبما فيهم لا ننسى البنك الدولي وشركاء آخرين. مصر من خلال الإصلاح مع أن الجائحة حصلت في 2020، يعني بعد وجود الهيئة تطبيقها في 2016 نهاية 2016، قدرت أن تغير وجهة الإصلاح مع جائحة كوفيد-19، قدرت أن تستثمر بكل الموارد الموجودة وأن الوصول للصحة للجميع، وتقبلت بكل التحديات للاستغلال الأمثل للموارد. هاي مش فقط كلامي، هاي كلام خبراء منظمة الصحة العالمية وخبراء آخرين. إذا نتكلم على النوعية، نوعية الصحة طبعاً في تميز كبير صار، حصل كذلك إشراك المريض والمرضى. معالي وزير الصحة والسكان في ضمن برنامج سلامة المرضى وجه أن يكون في إشراك دائماً في الاستراتيجيات في الخطط، هناك إشراك من المجتمع المدني وتشاركية كذلك من المرضى أو المستفعي من الخدمة، لأن ليس جميع المنتفعي خدمات الرعاية الصحية من المرضى، هناك كذلك غير مرضى اللي هم أصحاء من خلال مبادرات عديدة، وإحداهم مبادرة 100 مليون صحة للقضاء نحو خلو مصر من الفيروس سي المتسبب للكبد الوبائي، ومبروك لمصر كأول دولة على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة الذهبية، فرجاء تصفيق لهم لأن هذه أشوفها نجاح كبير دولي. نريد معاليك معالي الوزير نشكرك بجهودك بالمشاركة المجتمعية لوضع الاستراتيجية الصحة والتنمية المستقبلية، واليوم نحن نتكلم بدأوا لجنة، وأنت حضرتك أطلقت الحوار المجتمعي من هذه القاعة، الحوار المجتمعي مستمر، وكمنظمة الصحة نثمن هذه الجهود كذلك. وأخيراً بعض الإنجازات القليلين يعرفون عنها، إن مثل ما ذكرت هناك إذا فقط أخذ هيئة العامة
للرعاية الصحية وعملنا معاهم بشكل ميداني وكثيرين، وكونا باخذ كذلك واستفيد من أصحاب السعادة السفراء والسفيرات بوجودهم، إن منظمة الصحة تعمل يد بيد بقيادة وزارة الصحة والسكان مع جميع الجهات المتعلقة بالصحة. المنظمة لا تجلس فقط في المكاتب وتوقع وتعمل إرشادات، ولكن نحن ننزل ميدانياً. اليوم ونحن نتكلم هناك دورات تدريبية لأطباء والتمريض والكادر الإسعافي بالإسماعيلية وبورت سعيد استعداداً لجميع الطوارئ، خدمات الطوارئ وليس فقط خدمات الصحية. فإذا هاي بعض الإنجازات، بعض المفهوم الخاطئ أن منظمة الصحة فقط تعمل في من وراء الكواليس وتعمل في مكاتب. الابتكار والتميز اللي حضراتكم ذكرتوا اليوم، في ابتكارات كثيرة حصلت ونحن شهدنا لضمان الصحة للجميع. سوف بس أدرج في ثواني بعض النجاحات الهيئة في خلال 4 سنوات وخلال مسيرتي معكم منذ أغسطس 2020. تميز الهيئة مثل ما حضرتك تكلم دكتور سبكي بالنسبة للرقمنة الصحية، ولكن ليس فقط الرقمة، توجيه بكيفية تحسين السجلات الطبية، بكيفية الترميز، بكيفية إدخال والتقنين من قبل تغيير ثقافة الأطباء والتمريض والإشعاع والأشعة وكلهم في ترميز وتوثيق. وإن شاء الله مع دكتور أحمد طه بنشوف كيف نقنن المؤشرات وقيادتها. فوز مصر لأول مرة متمثلة كهيئة العامة، متمثلة بالهيئة العامة في الجائزة البلاتينية في القيادة الرقمية على مستوى الوطن العربي، فمبروك لمصر. فوز مصر بممثلة لأول مرة، مصر تفوز بمقعد في مجلس المحافظين للمستشفيات، اتحاد المستشفيات العالمية. مبروك دكتور سبكي، ونحن نفتخر أن مصر تصل لهالمرحلة، ليس فقط لأقليم شرق المتوسط ولكن لأفريقيا كذلك. واليوم اتحاد مستشفيات العرب موجودين، فأكيد يعرفون عن هالتحول اللي حصل. مبدأ الرعاية الصحية المبنية على القيمة، ليس فقط ككلام ولكن بالأدلة، ونحن كمنظمة الصحة سعدنا بنكون شركاء أصيلين في وضع تحت قيادة حضرتك دكتور سبكي ومع معالي الوزير الدكتورة هالة سابقا على الاقتصاديات الصحة. وتمثل معالي الوزير، احنا بس بكرر لان قليلين يعرفون ان اقتصاديات الصحة، الدراسة اللي طلعنا بها من مصر مميزتها او تميزها ان هي ليس فقط على مستوى المركز ولكن التكاليف كذلك على مستوى المحافظات مع الامراض الرئيسية التي تصاب بها الشعب المصري بما فيهم المنشآت الصحية، القطاع الخاص والجميع شارك. وهنيئا لكم لأنها تعتبر تجربة رائدة. دكتورة مي فريد موجودة، كانت الأسبوع الماضي في جنيف، للأسف دكتور سبكي ما حضر، لكن التميز كذلك تشاركوا فيها وقالوا عنها الحمد لله بنجاح. الحوكمة الإكلينيكية والحوكمة السريرية، معاليك الحوكمة السريرية 5 جهات وقعوا منذ سنة بالأقصر 2022، اليوم نشوف التطبيق والتطبيق من خلال هيئة العامة للرعاية الصحية اللي منشآتها كلهم معتمدة من الهيئة العامة للاعتماد. فهذه النجاحات في فترة قصيرة، قليلين من يعرفون عن هذه النجاحات وبما فيهم الشعب المصري. التركيز على الفريق الصحي وليس فقط على أطباء مخصائيين أو فقط على الأطباء، التركيز على الفريق الصحي والطب الصحة وليس طب العائلة، أو صحة الأسرة وليس صحة طب العائلة. صحة الأسرة معناته مفهوم أشمل، وهي رؤية واضحة لرئيس لأعلى السلطة هنا بالنسبة لرئيس الجمهورية أن تكون صحة الأسرة من قبل الفريق. هنيئا لكم دكتور سبكي بتركيزكم على الفريق كله بما فيهم الكادر التمريضي، وكنا سعدنا كمنظمة الصحة العالمية أن نكون شركاء معكم برفع كفاءات الكادر التمريضي ضمن الفريق الصحي من جميع النواحي، وخاصة في كيفية التواصل والاتصال مع الأسر ومع الجميع بما فيهم في المعاهد. فهنيئا لكم في تركيز على هذه المجموعة كذلك. ذكرت الشراكة، ولكن يجب كذلك أن نذكر نجاح جمهورية مصر العربية أن تكون ليس فقط السيد المحافظ شرم الشيخ معاليك إذا كنت موجود، نجاح بالنسبة لمؤتمر المناخ
ونحن الأسبوع القادم نكون في الإمارات بإمكانيات مصرية في فترة قصيرة، في فترة الجميع كانوا يقولون مصر لن تنجح. مؤتمر 27، مؤتمر المناخ 27، معالي الوزير كنت حضرتك اليوم في ملفات وصلت للعالمية من مؤتمر 27 إلى مؤتمر 28، نجاحين في شرم الشيخ، الاستعداد للطوارئ والمجابهة، ليس فقط طوارئ الصحة العامة ولكن الطوارئ المستشفيات، والاستعداد كان على أعلى المستويات. نجاح مستشفى شرم الشيخ الدولي بالحصول على كمستشفى صديق للبيئة، مستشفى صديقة للبيئة وفي نفس الوقت مستشفى خضراء، فهي بعض النجاحات قليلين يذكرونها وقليلين اللي يعرفون عنها. فإذا أنا كمنظمة الصحة العالمية اليوم إن شاء الله بنواصل معكم الابتكار، بنواصل معكم الإبداع، ليس فقط بأشخاص ولكن بصفة مؤسسية، وإن شاء الله إلى التوجه بنجاح دائما، ومبروكين وعذرا على الإطالة. السادة الحضور، إن مشروع تأمين الصحية الشامل هو مشروع دولة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية من أجل صحة أفضل لجميع المصريين، كما يحظى مشروع التأمين الصحي الشامل بالمتابعة الحثيثة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن أطلق سيادته إشارة البدء لانطلاق المنظومة من محافظة بورسعيد في عام 2019 حتى الآن، وتتضافر أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة والوصول بها إلى ما هي عليه الآن. والآن مع كلمة السيد الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية. يعني بخبرتنا الطبية والجامعية والوزارية والعمل العام، كان فعلا من ضمن أمنياتنا دايما أن يكون هناك تأمين صحي شامل. الحقيقة في بداية كلامي اسمحوا لي أن أنا أقدم التحية والتقدير لمنظومة الرعاية الصحية في مصر. لكل إنسان على أرضها المنظومة الرعاية الصحية في مصر المؤسسية والبشرية لم تتأخر لحظة في تقديم الرعاية للإنسان المصري رعاية ووقاية وعلاجا، وأيضا امتدت هذه الرعاية إلى ملايين الضيوف الذين يعيشون على أرض مصر من دول عديدة، وطبعا زي ما قال سيادة الرئيس عددهم 9 مليون على الأقل.
وأيضا لم تتأخر منظومة الرعاية الصحية في مصر لتقديم العون والمنجز والمخلص للأهل في قطاع غزة كما تشهدون. الجرحى ومرضى الأورام والأطفال المبتسرين بالقدرة المؤسسية والبشرية. مصر بكوادرها الطبية ومؤسساتها الصحية وقفت إلى جوار دول كثيرة، الدول العربية، الدول الأجنبية والأفريقية في الأزمات والكوارث والحروب. ودور النظام الصحي وكوادره البشرية القادرة علمياً وتدريبياً وفنياً بيحملون انتماء شديد وإخلاص في عملهم وخبرات عميقة تراكمية وإنجازات بحثية وعملية وإكلينيكية. الكوادر الطبية والبشرية من الأطباء والفئات الأخرى حققت إنجازات كبيرة جداً على أرض مصر. رعاية الأمهات في الحمل والولادة، الانخفاض الكبير في وفيات الأطفال، والتحسن الكبير في متوسط أعمار الإنسان المصري وفيات الأطفال في أثناء الحمل والولادة السنة الأولى من العمر، الخمس سنوات الأولى من العمر حصل فيها انخفاض كثير جدا. متوسط عمر الإنسان المصري تحسن في 20 سنة، يعني احنا كنا بنتكلم على الأربعينيات في السبعينيات والثمانينيات، النهاردة المتوسط حاجة و70 سنة. حصل سيطرة على كثير من الأمراض، مرض البلهارسيا، الإنجاز الكبير جدا في تشخيص وعلاج ووصول المرحلة الذهبية في السيطرة على التهاب الكبديسية، القضاء تماما على شلل الأطفال وما زالت الحملات مستمرة، القضاء على الحصبة والحصبة الألماني والسعال الديكي. كل دي الأرقام الرائعة في السيطرة على مرض الدرن. وعايز أقول لكم حاجة، لأن في كلام بيتكلم على سترينز جديدة من التيوبريك الباسيلاي، ما فيش حاجة جديدة، هو في التيوبريك الباسيلاي في منها العادية اللي بتستجيب للعلاج وده تخصصي، والحمد لله احنا حققنا إنجاز. آخر تقرير صدر بيتكلم على أقل من 10 لكل 100 ألف، يعني عشان بس النقطة دي عليها إعلاميا بعض الكلام، والوزارة بتنفي إن في سترينز جديدة. دايما كل مرض بيبقى فيه السترين العادي اللي بيستجيب للعلاج، واحنا حققنا أرقام كبيرة جدا، كنا بنتكلم في الستينيات والسبعينيات على 300 حالة جديدة لكل 100 ألف مواطن. حالة جديدة يعني نيو بوزيتيف كيسز. النهاردة احنا وصلنا أقل من 10، وبكرة في احتفالية بهذا الرقم. لكن في حاجة اسمها مالتي دراج ريزيستنت في كل الأورجانيزمز انكلودينج التيوبريك الباسيلاي، ودي موجودة في العالم كله مش حاجة في مصر. والحمد لله البرنامج القومي لمكافحة الدرن بيحقق علاج للمالتي دراج ريزيستنت سترينز من التيوبريك الباسيلاي. النقطة الثانية المهمة جدا كلكم شاهدتوها ولكم التحية جميعا، الجيش الأبيض المصري من الأطباء والتمريض والصيادلة إلى آخره حققوا إنجاز كبير جدا في السيطرة على مرض كورونا COVID-19. التجربة المصرية كانت تجربة رائدة، جت بخبرة عميقة ومؤسسات قوية. وبكل الشكر والتقدير أنا بتقدم لسيادة الرئيس بالشكر الجزير، لأن دعم سيادة الرئيس لهذه المنظومة قبل ما تسجل أي حالة كورونا في مصر كان دعم هائل مؤسسي ومالي. سيادة الرئيس في يناير 2020 قبل ما يجينا ولا حالة كورونا حط 100 مليار مصري، 100 مليار جنيه لدعم المنظومة عشان الكورونا. فإذا دعم المؤسسات الصحية وتوفير احتياطي استراتيجي من الأدوية والأجهزة والمعدات والمستهلكات، والأداء الرائع للجيش الأبيض المصري الذي قدم كل التحية، أقدم له كل التحية والإعزاز والتقدير، وشهداء الجيش الأبيض في أثناء أزمة كورونا. وكانت توفير منظومة اللقاحات، كل العالم كان بيشتكي من نقص اللقاحات،
وكل العالم، كل الدول التي تنتج لقاحات عملت برايورتيز للأهل هذه الدول وده حقهم، إنما كان هناك معاناة شديدة جدا في توفير اللقاحات، والحمد لله نجحنا ولحد الآن في توفير وتصنيع والشراكة في هذه الخطة. يطول الحديث على منظومة الرعاية الصحية في مصر وما تقدمه يوميا على مدار الساعة ومدار الأعوام وما زالت مستمرة. طبعا ملايين التدخلات الطبية التشخيصية والعلاجية وقائية وعاجلة وجراحات كبيرة ومعقدة في مختلف التخصصات الطبية، ومع الزيادة السكانية الكبيرة والمتزايدة ومع اتصال الرقعة العمرانية والمدن الجديدة ومع التقدم الطبي وتداخل المذهل كل ساعة، يعني الواحد لو فتح الليتريتشرز كل ساعة هنلاقي حاجات جديدة تشخيصية وعلاجية. لكن مصر استطاعت بعد السيطرة على كل الأمراض المزمنة زي ما قلت لكم بالهرسان، كلستوما، إسكارس، التهابات كبدية، سل تيفود، التهابات الجهاز التنفسي، التهابات الجهاز الهضمي، بقى في حاجة ملحة وأساسية لتقديم إصلاح صحي شامل يغطي كل فئات المجتمع وكل سكان مصر. نظام شامل تضامني فعال. النظام الصحي القديم اللي لسه ساري في مصر حاليا لحوالي عدة ملايين، يمكن 68 مليون، ما زال نظاما فعالا بيقدم خدمات جليلة جدا وبيقدم يعني كل يوم مئات التدخلات الطبية، لكن لم يغطي هذا النظام كل السكان، لم يحقق الرضا المطلوب للمنتفعين، ولم يحقق رضا مقدم الخدمة، بالإضافة إن مؤسسات تقديم الخدمات لم تكن تملك كل الخدمات المطلوبة. وكانت المبادرات الرئاسية الرائعة لتحقيق أو تغطية هذه الفجوة الجاب بين مما يقدم وما هو مطلوب كانت فجوة ملموسة الحقيقة. كان كل احتياجات القطاع الصحي وبين قدرات وإنجازات هذا القطاع اتعملت مبادرة 100 مليون صحة الوصول إلى القضاء بقدر المستطاع على قوائم الانتظار. كان فيه متابعة دقيقة جدا ومستمرة من سيادة الرئيس، دعم مالي غير محدود، الكشف المبكر عن الأورام، صحة المرأة، إنشاء ودعم ورفع كفاءة المؤسسات الصحية، الاستفادة القصوى من قدرات القطاع الصحي في مصر، مش بس الحكومي، القطاع الحكومي ولا ننسى القطاع الجامعي والقطاع الخاص، كل ده كان بيقدم هذه الخدمات. في محاولات لتفعيل الإصلاح الصحي من زمان كلنا بدأنا، يعني احنا بدأنا واللي قبلنا بدأوا واللي بعدينا بدأوا، وكنت بكلم سيادة الوزير من شوية ان احنا لازم نرفع كفاءة البرايمري كير يونتس اللي هي اساس تقديم الخدمات الطبية في المراكز او في الوحدات، واختصاصات طبيب الأسرة والبيزك بنفيت باكج اللي بيقدمها هذا الطبيب. وكانت بجد انا بتكلم حقيقي واقعي الإرادة السياسية الحاسمة بالدراسات المعمقة من الجوانب المالية والاقتصادية والمؤسسة والبشرية والبدء في دراسة وبداية تطبيق نظام الصحي الشامل. الحمد لله اتولد هذا المشروع، الدكتور أحمد شرح بدايته وعدد المحافظات اللي بدأ فيها، وإن شاء الله البرنامج سوف يغطي كل مصر في خلال سنوات قليلة قادمة. فأنا الحقيقة نسعد أني نشهد النهاردة مرور 4 سنوات، ونتمنى إن شاء الله الانتهاء من المشروع، ونشهد أن التأمين الصحي الشامل اللي هيفرض كل أبناء الشعب المصري يقدم لهم الخدمات. في آخر كلمة لي اسمحوا لي أن أدعو لبلدنا الحبيب بكل الرجاء أن ربنا إن شاء الله يكرمه ويوفقه ويحميه وتضمن مصر دائماً الأمن والاستقرار في ظل قيادة حكيمة حقيقة تقدم كل الدعم لهذه الدولة
رئيسنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل سنة وانتم طيبين. جزيل الشكر للسيد الأستاذ دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. السادة الحضور، وزارة الصحة والسكان هي كلمة السر في نجاح منظومة التغطية الصحية الشاملة، حيث مهدت الطريق لمشروع التأمين الصحي الشامل، ولها دور واضح وجلي في تطوير المنشآت الصحية طبقا للمعايير الدولية وقيادة الجهود التنسيقية لتحقيق التحول الصحي الكبير في الدولة. وستظل وزارة الصحة هي المظلة الأكبر التي تجمع كافة الفاعلين في القطاع الصحي من الهيئات الصحية ومن القطاع الخاص والقطاع الأهلي. والآن مع كلمة معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أرحب بأصحاب المعالي والسعادة من الحضور من كل الجهات، طبعا على رأسهم دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد الرئيس للصحة والوقاية، وأيضا زمايلنا المحافظين من المرحلة الأولى، وأيضا المحافظين ونواب المحافظين من كافة أنحاء الجمهورية وأعضاء المؤسسات الدولية، وزمايلي من وزارة الصحة والسكان، والسادة الإعلاميين الحقيقة اللي هم ليهم دور كبير جدا، هم موجودين معنا في القاعة بتواجد من كتر يعني التقدير كبير لإظهار منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية من خلال الإعلاميين والصحفيين اللي بيغطوا دايما هذه المجهودات الكبيرة من الوزارة بشكل عام، وأيضا من هيئة الرعاية الصحية. أشكر كمان الدكتور أحمد السبكي الحقيقة على المجهود هو وفريق العمل الضخم جدا اللي بيشتغل معاه علشان نحقق النهاردة نكون موجودين في الملتقى الرابع للرعاية الصحية اللي بتنظمه هيئة الرعاية الصحية بين الإصلاح والتميز. 4 سنين من النهاردة في 26 نوفمبر تحديدا سنة 2019 أطلق السيد الرئيس منظومة التأمين الصحي الشامل، وبدأت في محافظة بورسعيد. خلال قبل 2019 الحقيقة زمايلي كتير اشتغلوا على هذه المنظومة يمكن من قبل كده بعشرات السنين، لكن ظهرت للنور عند الاستعداد بالقانون. وأنا أذكر أن أنا كنت متواجد خلال هذه الفترة وزملت الحقيقة المرحوم الدكتور أحمد عماد في هذا التوقيت اللي هو له الفضل في إظهار هذا القانون وتقديمه إلى مجلس النواب حتى يظهر في 2019، وثم تبدأ الدكتورة هالة زايد في تطبيق هذا القانون في كافة محافظات المرحلة الأولى. فإذا يعني القانون وتطبيقه كان شهد مسؤولين كتير الحقيقة. أنا يمكن أقل واحد جيت لقيت المنظومة شغالة، وكل اللي أنا عملته إن إحنا كملنا على ما سبق من زمايلي اللي هم اشتغلوا فيه. موضوع صعب، وفي كتير من دول العالم وهي بتطبق منظومة التأمين الصحي الشامل فشلت بعد التطبيق، وأسامي كبيرة جدا وإمكانيات ضخمة جدا. وطبعا يعني ناس تقدر تفتكر أوباما كير والميديكير في الولايات المتحدة الأمريكية، ولحد النهاردة ما فيش يمكن منظومة تأمين صحي شامل يعني منضبطة بشكل كبير جدا بهذا الحجم اللي احنا بنشتغل عليه. يعني ممكن نلاقي دول عندها 5 مليون مواطن أو 6 مليون مواطن زي هولندا مثلا أو زي دول في الاسكندنافيا ناجحة جدا. طبعا انجلترا برضو من المنظومات المستقرة وناجحة منذ زمن طويل، ولكن هنلاقي حتى في المنظومة المستقرة زي الـ NHS في انجلترا هنلاقي قوائم الانتظار عندهم ممكن تصل الى 6 شهور و8 شهور لتغيير مفصل. هنلاقي عمليات القلب ممكن اللي هي مش طريقه تصل الى 2 شهر و3، مع انها كندا نفس الحكايه، استراليا. هنلاقي المنظومات التامين الصحي اللي بتعتمد على التكافل والتكامل بتبقى فيها صعوبه، لان طبعا كل خدمه مكلفه جدا، ومهما كان الاشتراك اللي بيحصل من خلال هيئة الرعاية أو الهيئة العامة للرعاية للتأمين الصحي الشامل
اللي هي احدى الاذرع الثلاث للمنظومه، اذا كان منظومه الرعايه الصحيه ثم منظومه التامين الصحي الشامل او الهيئه العامه للتامين الصحي الشامل والهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه، هم دول الثلاث يعني اضلاع المثلث اللي بيعملوا بشكل مستقل جدا علشان يحققوا ويفصلوا ما بين تقديم الخدمه والمراقب على الخدمه وايضا اللي بينفق على الخدمه. فالتحدي كبير، بلد فيها 105 مليون مواطن وبيزيدوا، فيها منشآت صحية تمثل 70% حكومية ما بين القطاع الحكومي من وزارة الصحة والسكان والقطاع الجامعي الهام جدا، و30% فقط القطاع الخاص. أنا بقول كده لأن علشان منظومة التأمين الصحي دي تنجح لازم يكون في قطاع خاص يدعم هذه المنظومة بشكل أكبر بكتير، لازم تلجأ الدولة إلى دعم الاستثمار في الصحة بشكل كبير من خلال دعم منظومة القطاع الخاص، وده احنا الحقيقة بنشتغل فيه مع دولة رئيس مجلس الوزراء، ويمكن النهاردة هيكون في اجتماع بعد هذه الجلسة لوضع تصور لحوافز استثمارية تدفع القطاع الخاص علشان يستطيع ان هو يعني يعمل بجدية في هذا المجال، علشان مع كل محافظة بنروح فيها محتاجين الدولة تكون ممثلة بشكل قوي، ولكن أيضا لابد أن يكون هناك تمثيل القطاع الخاص في تقديم الخدمات، ويلجأ المواطن إلى المنافسة الشريفة إذا كان يلجأ إلى مستشفى تتبع هيئة الرعاية أو يلجأ إلى أي مستشفى من خلال التحويل من هيئة من وحدات الرعاية الأولية. دكتور عوض أيضا تكلم على يعني منظومة الرعاية الأساسية أو الرعاية الأولية، وطبعا هذا الموضوع مهم جدا لانه هو الاساس في اي نجاح لاي منظومه صحه، واحنا الحقيقه في الوزاره من اكثر من سنه بنعمل على تطوير منظومه الرعايه الاساسيه او الرعايه الاوليه بشكل كبير، وبدانا يمكن باكثر من 251 وبنصل الى 1000 وحده رعايه اساسيه في كل محافظات الجمهوريه، استعدادا ان شاء الله احنا نوصل للاكثر من 5000 في خلال السنتين الجايين. ايمانا منا ان ده تحت يعني بنحدد او بنقدر نجهز المحافظات الى منظومه التامين الصحي الشامل اللي بتعتمد بشكل كبير على هذا الموضوع. حاجه مهمه كمان اقولها الحقيقه ان الساده المحافظين اللي حاضرين النهارده سواء في المرحله الاولى هم سبب النجاح في هذا المجال. انا شفت بنفسي عندما يكون المسؤول الاول في المحافظه يعني هو بيشرف بنفسه على المنظومه وبيتاكد من استدامه هذه المنظومه، ده بيعمل دفع كبير جدا لنجاح المنظومه على مستوى تطبيق المواطنين. وانا بتكلم مع احمد احنا بنتكلم على اكثر من 53 مستشفى في المرحله الاولى واكثر من 350 او 360 وحده ومركز من الرعايه الاساسيه في المحافظات المرحله الاولى. ده رقم ضخم جدا عشان نقدر ان احنا نقدم فيه خدمات. اكتر من 30 مليون خدمة بتقدم ل 4.8 من عشرة او 4.9 من عشرة مليون مسجل في هذه المنظومة. لكن البداية صعبة. التحدي الحقيقي هو المرحلة اللي جاية. ويمكن احمد مرضاش يتكلم فيه ان قال المرة الجاية ان شاء الله نحتفل بالمحافظات المرحلة الثانية. اطمن حضراتكم ان من خلال دكتوره مي هنا ودكتور ايهاب ابو العيش موجودين من هيئه الرعايه، لان هم طبعا جزء كبير جدا من تحديد المراحل والدراسات الاكتواريه اللي نقدر نروح بيها المرحله الثانيه. ده انتهى بالفعل، واحنا عينينا على 6 محافظات جديده عارفينهم ومحددينهم، يمكن انا يعني مش هقول عنهم دلوقتي، ولكن هم ان شاء الله مع بدايه العام القادم يعني بعد اسابيع من النهارده ممكن جدا يكون في بدايه في الاستعداد لتفعيل المرحله الثانيه من منظومه التامين الصحي، عشان نصل خلال فتره مش بعيده قوي الى 11 او 12 محافظه يكون حققنا على الاقل قربنا من 50% من محافظات الجمهوريه في الثلاث اربع سنوات الجايه. لكن ده عشان يحصل كل المستشفيات والوحدات في هذه المحافظات لابد ان تكون مطوره تتماشى مع الضوابط الخاصه بهيئه الاعتماد والرقابه الصحيه مسجله، ويكون فيها كافه الامكانيات المؤهله للتعامل مع التحدي الجديد. التحدي الجديد يعني نروح في محافظه كبيره في الصعيد قوامها 5 مليون،
نروح في محافظة كبيرة في الدلتا قوامها 3 أو 4 مليون. احنا كنا بنتكلم على محافظات المرحلة الأولى إلى حد ما العدد السكان فيها مش كبير، لكن التحدي الحقيقي لما نروح لمحافظة هيكون مساحتها كبيرة وعدد سكانها كبير، هنا هيبقى في تحدي اللي نقدر ان احنا نقيس عليه نجاح المنظومة. تعلمنا في خلال المرحلة الأولى كتير، إجراءات الميكنة والرقمنة فادتنا، هتسهل علينا العمل في المرحلة الثانية علشان نقدر نحقق بيها نتائج. بحيي أيضا هيئة الرعاية الصحية على الاستثمار في رأس المال البشري. رأس المال البشري هو هنا المتحكم في تقديم الخدمات. ممكن يكون عندك مستشفى حلوة جدا، مجهزة تجهيز راقي جدا، لكن العاملين داخل هذه المستشفيات من فنيين وتمريض وأيضا استشاريين وأطباء غير مؤهلين للتعامل مع منظومة التأمين الصحي، يبقى إذن ما نحققش نجاح. أيضا التعاون مع المؤسسات الدولية، والدكتورة نعيمة الحقيقة موجودة معنا هي وباقي المؤسسات، وأنا يعني أشهد أن دور منظمة الصحة العالمية في كافة المجالات في وزارة الصحة والسكان دائما ما كان هناك دعم كبير من منظمة الصحة العالمية. والحقيقة أنا بحيي الدكتورة نعيمة شخصيا، لأن يمكن هي بتستعد لمغادرة منصبها في مصر، لكن احنا سعدنا بيكي وبنشكرك على مجهودك اللي اتعمل عبر تاريخك الطويل. محدش الحقيقة من الزملاء من كافة الهيئات والدولية أو المحلية بخل في تقديم الدعم لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، لأن النموذج المصري ممكن يكون نموذج ملهم بعد كده لدول كتير عندها نفس التحديات اللي عندنا ومش عارفة تعمله إزاي. وإحنا اتعودنا أن احنا بنقبل بالمهام الصعبة ونصل بيها إلى التحديات. يمكن صديقي الأستاذ الدكتور عثمان عبد الجليل وزير الصحة بدولة ليبيا الشقيقة، وهي يعني لسه كنا بتكلم معها على أنها دولة جارة في الباب الغربي لمصر، وأيضا دولة مؤهلة للنجاح بكافة مقاوماتها سواء البشرية أو حتى إمكانياتها المادية، ودايما كانت مصر تدعم الدول الشقيقة في منظومات. فأرجو إن شاء الله يعني يستقر الوضع في الشقيقة ليبيا حتى نستطيع أن يعود التعاون كما كان بين مصر وليبيا في قطاعات مختلفة وتحديدا في القطاعات الصحية. يعني قبل ما أختم كلامي بشكر تاني الهيئة العامة للرعاية الصحية وكل الهيئات، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وكل القائمين على العمل في الجهات علشان يوصلونا للاحتفال النهاردة بهذا الملتقى. ونتمنى إن شاء الله السنة الجاية نكون موجودين زي ما أحمد ما قال، نكون بنحتفل بالتطبيق في المرحلة الثانية. أشكركم وإن شاء الله يكون ملتقى ناجح بإذن الله. شكرا. شكرا لمعاليك، فقط أدعوك لأن تبقى على المنصة لينضم لك دكتور أحمد السكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، وأيضا دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية للتكريمات. السادة الحضور، الآن مع تكريم السادة الإعلاميين الذين قاموا برصد مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل أولا بأول وشاركونا النجاح. الإعلامي جابر القرموطي من برنامج مانشيت. والإعلامي يوسف الحسيني يتسلم عنه أستاذ أحمد سعد. الإعلامي طارق أمين قناة ام بي سي مصر.
والإعلامي محمد حلمي من التلفزيون المصري. مع تكريمات هيئة الاعتماد والرقابة دكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة. الأستاذة الدكتورة نعيمة القصيرة ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر. اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ محافظة بورسعيد. معالي المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر. السيد اللواء أركان حرب أشرف عطية محافظ أسوان. أستاذ دكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم. أيمن مختار محافظة الدقهلية. الدكتور طارق الرفاعي مدير بوابة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء.
حساب المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الطبية للاستغاثات. محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة والوقاية. ومن وزارة الصحة الليبية وزير الصحة السيد الدكتور عثمان عبد الجليل. عن وزارة المالية دكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير. وزارة الاتصالات المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات. عن وزارة الصحة والسكان يتسلمها دكتور طارق توفيق. أترك حضراتكم مع استراحة زمنية يعقبها استئناف باقي فعاليات المؤتمر.